خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد السبعي. آخر الأخبار، عندنا مستجدات من العيار الثقيل. على بعد 24 ساعة تقريبا من اشتراط لقجع على الجزائر أنه إلا بغيتونا نشاركوا في هذا الشان أو المنتخب، يعني الكأس الإفريقية للمنتخبات المحلية، بغينا رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية اللي هي متخصصة في نقل المنتخبات الوطنية في مثل هكذا مناسبات. 24 ساعة تقريبا كانت كافية باش الاتحادية الجزائرية عبر اللجنة المنظمة لهذا الشان تجاوب المغرب واحد الجواب اللي قال لك حنا ما كنهبطوش النيف، والنيف ديالنا طالع في السماء، وحنا غادي نشوفوا في هذه الحلقة الموقف والقرار والرد ديال الجزائر على مطالبة القجع وشروط القجع. حلقة جد مهمة فيها أخبار أخرى متعلقة بمجموعة من الاتحاديات الإفريقية، راسلت الكاف تطالبها بضمان الأمن والأمان على التراب الجزائري. شي دول والله العظيم إلا مفاجأة، كنا كنقولوا الكاميرون وكذا والمغرب وهذا، لكن دول أخرى اللي كتعتبر الجزائر بأن هذه الدول صديقة حتى هي طالبت الكاف بضمان الأمن والأمان للمنتخب الوطني ديالها من أجل المشاركة في هذه النسخة. تبعوا معنا هذه الحلقة من الأول حتى الأخر مليئة بالأخبار. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة، واحد الهجوم الشرس جدا، هذه واحد 76 أو 80 يعني 48 ساعة تقريبا على القجع، بعد ما خرج القجع اللي هو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قال لهم بغيتونا نشاركوا في الجزائر في الشان على الراس والعين مرحبا، ولكن عندنا الشرط الذي يضمنه لنا القانون والوثائق ودفتر التحملات ديال الكاف، وهو تسهيل السفر ديال البعثة المغربية الى الجزائر. من ثم هو الاعلام الجزائري ما كان لك غير شابع سبان ومعيور في فوز القجع. نشوفوا مثلا هاد الشروق كتب واحد المقال، هذا علي بهلولي هو متخصص في اخبار المغرب وضد المغرب، يعني عاطي انه التخصص ديالو تكلم غير على المغرب. كتب: المغربي القجع يرغب في حضور العرس الجزائري لكن يشعر بالذل في مكة الثوار. عارف ربي واش واحد اللي عاش دابا مشى عاش اجواء ديال قطر وديال كاس العالم وديال المونديال وديال نصف النهائي يرغب، يعني هو طالب راغب باش يمشي للجزائر. ولكن انا ما غاديش نناقشكم من هذه الزاويه، غادي نهضر على ديك مكة الثوار. ما فراسيش بلي الجزائر حتى هي فيها مكة، حتى مكة ديال السعودية خنشلتوها ورديتوها مكة أخرى في الجزائر، وفينا هما الثوار. عارف ربي لما ورينا هاد الثوار فينا هما الثوار اللي كنعرفو ديالكم أو المجاهدين أو الشهداء، رغم الجماجم اليوم هي عبارة عن فسيفساء وعبارة عن كاغلاج تزين المتاحف الفرنسية. سيروا طالبوا غير بالجماجم ديال هذوك الثوار ديالكم من فرنسا، وآنذاك يمكننا أن نسمي الجزائر بمكة الثوار. مكة الثوار بلحية بلحشمة. شوف دابا راه نتوما كتعتبرونا باننا كنسبوا الشهداء وكنسبوا المجاهدين ديالكم، اتحداكم انكم تجيبوا لي واحد تعليق ديال شي مغربي صوتا وصوره او مقال صحفي كيسب وكيشتم الثوار والمجاهدين الجزائريين. حنا كنقولوا لكم سيروا جيبوا الجماجم ديال جدودكم وديال الثوار ديالكم والمجاهدين ديالكم من فرنسا. واش كتعتبرونا دابا ملي كنقولوا لكم هذا الكلام باننا كنسبوكم؟ لا، حنا الضمير ديالكم اللي كيقفيكم مره مره وكيدق عليكم كيقول لكم راه باقيين جدودكم والثوار ديالكم والشهداء ديالكم راهم باقيين في المتاحف ديال فرنسا، سيروا جيبوهم، سيروا منكم لفرنسا. اما حنا فقط غير ملي كتبداو تعطونا دراس في الوطنيه وفو النيف وكذا كنفكركم بهاد اللعيبه. اما حاشا ولله اننا نتجرأ على الثوار ديالكم وعلى المجاهدين ديالكم وعلى الشهداء ديالكم اللي كنعتبرهم حتى انا الشهداء والشهداء ديالنا حتى حنا المغاربه، اختلطت دماؤهم بدماء شهدائكم وحاشا لله اننا نستهزئ منهم نهائيا.
حاجه اخرى واحد الصور دايرينها هما واحد التريك كدور هاد الايامات في الصفحات الجزائريه قال لك راه يستنى في الرد على فوزي القجع. واحد القجع اللي لعب مشى لكاس كاس العالم وجاب النصف وعنده دا تتويج ديال جوج كؤوس الاخيره ديال الشال يعني هاد كاس المحلي اللي غادي يدير ديال المنتخبات اللي غادي يدير في الجزائر النسخ ديالو بجوج الاخيره راه داهم المغرب غير باش تبقاو تقولوا لنا لا حنا حنا نتوما ما عندكمش الالقاب لا جوج ديال الشان الاخرين داهم المغرب. كاس افريقيا للفوتسال ديال المغرب جوج نسخ الاخرين. كاس العرب للفوتسال ديال المغرب جوج نسخ الاخرين وهذا الشيء تحت اداره القجع كلشي الكونفدراليه بطل الكونفدراليه يعني كاس الكونفدراليه الافريقيه الاخيره المغرب بطل عصبه الابطال الافريقيه الاخيره المغرب بطل السوبر الافريقي الاخير المغرب. القجع اليوم يستعد لتنظيم كاس العالم للانديه المونديالتو هنا في المغرب وتجي في الاخير تقول لي راه يستنى في الرد يعني ما عنده ما يدار. حنا راه اصلا لا مشينا لهذيك الجزائر راه مقصرين معكم بمنتخب اقل من 23 سنه يعني لاعبين معكم بالبز بالوليدات الصغار اصلا يعني انتم غتلعبوا بالمنتخبات المحليه الكبيره ديالكم حنا لاعبين معكم بالبص بارك علينا غير هاد الالقاب اللي دينا. المغرب بطل النسخه الاخيره ديال الشان وما قبل الاخيره يعني لاعبين معكم غير بالوليدات الصغار باش غادي يمشيو. القجع واش مسالي ليك انه يبقى انه يضرب معك على 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 هاد الشان وعارفين حنا اشنو غادي يوقع اصلا تما. عندنا واحد الخبر اخر متعلق ببعض الدول الافريقيه راسلت الكونفدرالية يعني الاتحاد الافريقي. ها هي مقال على على موقع عينكم كيقول لك المغرب هذا من القاهره هذا موقع مصري الله يرحم بكم الوالدين كيقول لك المغرب وبلدان افريقيا يشكون للكاف انعدام الامن في الملاعب الجزائريه. كيقول لك قررت دول افريقيه مشاركه في الدوره المقبله لكاس افريقيا للمحليين بالجزائر مراسله الاتحاد الافريقي لكره القدم لتامين منتخباتهم وجماهيرها اثناء الاقامه بالجزائر. وحسب مصادر في الكاف فان المغرب والكاميرون والكوت ديفوار ومصر اربعه ديال الدول حذرت من كون وفودها معرضة لمشاكل مرتبطة بالانفلات الأمني الذي تعرفه الملاعب الجزائرية كما حدث في بطولات شهدتها الجزائر مؤخرا. الله يجعل البركة غير هذا المقال وهذه الرسالة اللي دايرتها هاد ربعة الاتحاديات باش تعرفوا ريوسكم انكم راكم ما كتسوا وما كتصلحوا بان المنتخبات اللي جاية ديال الاعلى الجاية عندكم خايفين على ريوسكم. انفلات امني شهدها الالعاب البحر الابيض المتوسط شهدوا كذلك المنتخب ديال اقل من 18 سنه وزيد وزيد. اخر الاخبار والخبر لموضوع هذه الحلقه اسيدي بعد ما حطهم القجع امام خيارين احلامه احلاهما مر اما توافقوا على طائره خاصه ديالنا تمشي من المغرب الى قسنطينه فيها المنتخب المحلي او احنا ما مشاركينش. الجزائر وقفت واحله الا مشيت توافقت على هذا الشرط ديال المغرب فهذا كيعني انني هبطت النيف وبان القرار السيادي ديالي ما بقاتش عندي قرار سيادي ولا القجع كيتحكم في القرار السيادي ديال الدوله ديالي اللي هو انني منعت الطائرات المغربيه تحلق فوق الاجواء الجزائريه يعني هذا قرار سيادي هذا واحد. ثانيا الى عارض وقلت لهم لا ما تدخلش الطائرة المغربية إذن قفرتها مع الكاف وغادي نتعرض لعقوبات من طرف الكاف. هنا كيخرج عندنا رئيس لجنة التنظيم ديال الشان ليرد على المغرب اللي سميتو رشيد أوكالي اشنو قال. قال ها هو المقال على النهار وكاين فيديو صوتا وصوره. قال اليوم الاربعاء في ندوه صحفيه نحن معنيون بالتنظيم على المستوى الوطني ولذلك نحن امام حتميه توفير النقل للوفود على المستوى الداخلي فقط. مزيان ما قلتيش عيب في هذه القضيه. واضاف بخصوص القدوم للجزائر فان الوفود المشاركه هي المسؤوله عن العمليه سواء من الناحيه الماديه او من ناحيه مخطط الطيران المعتمد. شوف فين هربوا النقاش. القجع راه ما قالش لك وفر لي طائره. القجع راه ما قالش لك اجي خسر لي على المنتخب المحلي اعطيني الفلوس او تكلف التذاكر ديال السفر ديال المنتخب المحلي الى الجزائر راه ما قلناش لكم هذا الكلام. غير كتحاولوا تمرروا مغالطات من اجل حفظ ماء الوجه ديالكم.
باش تخرجوا من هذه الورطه اللي داركم فيها القجع بشرف. القجع عارف ما كيقول، حنا راه ماشي غادي نجي نطلبوكم انكم تعطونا الطيران باش نمشيو للجزائر، لا، حنا شرطنا عليكم طائره خاصه مغربيه. يعني خاصه شنو هي خاصه؟ ما غتهزش المسافرين الاخرين، غتهز المنتخب المغربي واسمها الخطوط الملكيه المغربيه. وعارف القجع راه عارف شنو كيدير، لانه راه ممكن توافقوا تقولوا لنا ايه صافي رحله خاصه تجي من المغرب الى الجزائر مرحبا بها، ولكن احنا نصيفطوا لكم طائره اما الخطوط الجزائريه اما الخطوط الفرنسيه اما الخطوط التونسيه او 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 او, أو باش تلعبوا على القانون، باش تلعبوا على تلعبوا. شوف طائره ديال تونس مثلا خطوط تونسيه دوز من المغرب الى تونس فوق الطيران الجزائري مسموح به، راه مسموح طائرة تونسية أو مصرية أو تركية أو أنها تدوز من المغرب إلى منطقة أخرى دولة أخرى عبر الأجواء الجزائرية، ولكن الجزائر لا تسمح بالمرور بالطائرات المغربية ديال الخطوط الملكية المغربية والمسجلة في المغرب. وهذا الشيء اللي قال لكم القجع، قال لكم أودي راه نمشي ولكن طائرة مغربية، راه ما تقولوش لنا جيب طائره مصريه ولا تونسيه ولا تركيه ولا جزائريه، لا، طائره مغربيه، لان هذا هو المعمول به في نقل المنتخبات الوطنيه في مثل هكذا مناسبات. وبالتالي بلا ما تمرروا المغالطات، المغرب راه ما كيطلبكمش انكم تنفقوا على الرحله ديالو. كيقول كما ختم قوانين المنافسه تفرض علينا تسهيل الامور على الوفود للقدوم للجزائر وليس توفير رحله خاصه. ها هو كيزير، ابدي ما قلناش لك رحله خاصه، قلنا لك تسهيل الدخول، وبالتالي غطيح النيف ديالك وغادي توافق على على الطائره المغربيه تدخل الاجواء ديالك الجزائريه. اذا هذا حسب هذا المقال، حسب تصريح هذا رئيس اللجنة التنظيمية، فإن الجزائر توافق على أن المغرب ينفق من ماله الخاص، وهذا الشيء راه كنا غادي نديرو أصلا بلا ما تقولها لنا، وغادي نصيفطوا طائرة ديالنا إلى الجزائر. إذا الجزائر طيحت النيف، هبطات الكواري ديالها، وما علينا غير نقولوا إن شاء الله مزيدا من الانهزامات، مزيدا من تهبط النيف إن شاء الله. حنا بغينا الفوز القجع، بغينا نطلعوا سيدي القجع، حنا سيدي الجمهور المغربي وعافاكم، الله يرحم لكم الوالدين. اللي متفق معايا يكتب عليا في كومونتير دابا، راه كاينين الناس كيقراو لينا كيشوفوا هاد كيشوفوا البرنامج ديالنا وكيقراو لي كومونتير ديالنا. بغينا سيدي السي القجع، حنا الجماهير المغربيه حتى حنا سيدي ما فينا ما يتكرفص، نمشيو حتى لتونس ونعاودوا نركبوا من تونس الى الجزائر. حنا بينا نمشيو نتفرجوا سيدي في هاد الكاس ونشجعوا المنتخب ديالنا ديال 23 عام لتحت، وبغينا حتى حنا اسيدي التسهيل ديال الدخول ديالنا الى الجزائر عبر رحلات مباشره من المغرب الى الجزائر. اسيدي كما دارت قطر وكما معمول به في هذه البطولات الدوليه، ان الدوله المستضيفه لشي بطوله دوليه كدير واحد النظام ديال تسهيل الدخول ديال المشجعين كما دارت قطر، هي بطاقتها هي. حتى حنا بغينا اسيدي تفرضوا على الجزائر انها تستقبل الجماهير المغربيه عبر رحلات مباشره من المغرب الى الجزائر، بغينا نطلعوا البارين، هذا هو المطلب ديالنا، ومن حقنا وقانونيا من حقنا ومن حق المغرب انه يطالب الكاف بهذا الشرط. في انتظار تهبط نيف اخر ان شاء الله، نقول لكم تعيشوا وتاكلوا غيرها ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.